السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا، اليوم الموضوع سيكون بشكل عام عن الأوضاع في العراق، نتحدث بنقاط كثيرة، لكن بداية ما الذي يجعلنا نفتح موضوعا عاما بهذا الشكل ونتحدث عن الظروف السيئة التي يمر بها العراق بشكل عام؟ هو المقطع التالي الذي ستشاهدونه الآن، وواحدة من حقيقة المضحكات التي نراها بين فترة وأخرى في العراق على لسان كل من داخل العملية السياسية الموجودين من أحزاب وزعماء ميليشيات الذين يحاولون أن يوهموا ضعاف العقول، أن يوهموا المغفلين ربما بأن الوضع في العراق هو أحسن من دول متطورة، دول متقدمة. دعونا نشاهد حديث زعيم ميليشيا بدر هادي العامري وزعيم تحالف الفتح أيضا داخل العملية السياسية، وهو يقول بأنه اليابانيين، دولة اليابان تحسد العراق على ما لديه من قوة ومن صمود ومن إرادة جعلته يطرد المحتل الأمريكي، ودولة اليابان تحسدهم على ذلك لأنها لا تستطيع التخلص من الاحتلال الأمريكي كما يقول هادي العامري. لنشاهد. كنا مع زيارة مع السيد رئيس الوزراء إلى اليابان، كانوا يسألون كيف استطعتم أن تخرجوا المحتل الأمريكي ونحن من عام 1945 احتلت أمريكا اليابان وإلى الآن لم تخرج منه. قلنا نعم، لدينا شعب عزيز أبي قوي ومقاومة قوية ومرجعية عزيزة، لذلك استطعنا أن نحقق هذا النصر الكبير. طيب، يعني سمعت هذا الحديث مقارنة مع بين العراق واليابان، وأن اليابان مستغربة كيف يمكن أن تخرجوا أو أمكنكم أن تخرجوا الاحتلال الأمريكي. متى أصلا خرج الاحتلال الأمريكي من العراق؟ ماذا عن القواعد الأمريكية المنتشرة اليوم في كثير من المحافظات العراقية؟ ماذا عن السفارة الأمريكية التي تعد أكبر سفارة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط؟ طيب، ماذا عن التواجد الأمريكي اليوم في العراق الذي نراه بين فترة وأخرى يزداد ويقل، يزداد ويقل؟ ثم بعيدا عن الجانب العسكري، ما الذي يملكه العراق ليقارن نفسه أصلا مع اليابان؟ يعني اليوم احنا لسنا في صدد الدفاع عن اليابان، اليابان دولة يعني اسمها يكفي أنه تعبر عن ما لديها من إنجازات، لكن نحن نتحدث عن هؤلاء الذين يحاولون تصوير الواقع في العراق أو الوضع في العراق بأنه وضع تحسدنا عليه دول متطورة حول العالم. طيب، الميليشيات اليوم، هل توجد في اليابان ميليشيات أصلا؟ هل يوجد فوضى في اليابان؟ هل يوجد فقر بهذا الذي نراه في العراق في اليابان؟ هل توجد هذه النفايات والقذارات الموجودة في شوارع العراق في اليابان؟ هل تفتقد اليابان للكهرباء؟ هل يفتقد الشعب الياباني للمياه الصالحة للشرب؟ هل المستوى المعيشي في العراق أفضل من المستوى المعيشي في اليابان؟ طبعا اليوم جبت بعض الأرقام حقيقة اللي لازم نطرحها لكي ينظر هؤلاء ربما داخل العملية السياسية أنهم عندما يتحدثون يجب أن يكونوا واقعيين بعيدا عن هذه الخطابات والشعارات التي لن تغير من حقيقة الفوضى الموجودة اليوم في العراق. يعني أرقام بسيطة جدا حقيقة، ونحن لن نتغول كثيرا في إنجازات دولة اليابان طبعا، لكن نقول أرقام بسيطة ونقارن الوضع في العراق، لأن الوضع في العراق ليس وضعا عسكريا فقط بين أو مقارنة بين العراق واليابان من الناحية الأمنية، هناك جوانب كثيرة أهملها متعمدا ربما أو غير متعمد العامري، كما حرف سابقا فكرة الفقر في العراق وقال بأن الفقر في العراق كذبة. الجواز السفر الياباني هو الثالث عالميا، العراق هو قبل الأخير عالميا والأخير عربيا بحسب باسبورت إندكس. جودة التعليم في اليابان، اليابان رقم 2 على مستوى العالم في جودة التعليم بحسب مؤشر دافوس لقياس جودة التعليم، في حين العراق خارج التصنيف لعدم كفاءته لدخول تصنيف جودة التعليم أصلا. بقوة النظام الصحي ونحن في ظل تفشي فيروس كورونا، وجميعكم يعلم ما الذي تفعله أو ما الذي حصل في النظام الصحي في العراق بسبب فيروس كورونا،
اليابان رقم 2 على مستوى العالم في قوة النظام الصحي، في حين مستشفيات العراق أنتم تعلمون، وصفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية المستشفيات بالعراق بأنها بؤر لنشر الأمراض وخاصة فيروس كورونا. طيب لماذا يهمل السياسيون اليوم هذه الحقائق وهذه الأرقام ولا ينظرون إلى الوضع في العراق؟ إلى أين وصل العراق اليوم في أدنى المستويات على كافة الصعد عندما يتحدثون على دول متقدمة متطورة؟ طبعا للعلم يعني اليابان أبرمت اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة، وهذه الاتفاقية معمول بها منذ سنين طويلة جدا من الحرب العالمية الثانية، وهذه فيها تنظيم أمني كبير، واليابان لديها جيش دفاع وقصة طويلة يعني، لكن جوانب أخرى يهملها هؤلاء السياسيون داخل العملية السياسية بذكرها أمام وسائل الإعلام وفي العلن، وربما يحاولون إخفاء هذه الحقائق الموجودة. نستقبل اتصالات. السيدة أم محمد من كربلاء، تفضلي. أهلو. حياك الله أم محمد. أحكي. تفضلي. أهلو. أهلا يا أم محمد، تفضلي. أنا من كربلاء. نعم. تزوجت 3/3/66. نعم. 68 صارت عندي بنية خولة. طيب. وكونت أسرة 27 سنة. نعم. مسؤولية إدارة بيت وبشكل أسرة تنظيم مرتبة بيتي. أي. فلشوا بيتي بالتسعينات أول ما هددوني بولدي. أي. 7 عندي 4 بنات و3 ولد. نعم. هددوني بولدي. أي. فأنا بالتسعينات اتطلقت في سبيل ولدي لا يصير بهم شيء. طيب. من بعدين اتصلت البيت. فلشوا البيت راح بالانحراف. نعم. 4 بنات و3 ولد، والبنات من زوجات 2. طيب. البيت راح بعد 27 سنة حياة زوجية ومسؤولية إدارة بيت، وأودي جهالي للمدرسة بيدي وأجيبهم. طيب. ولدي خريجين تقني، بناتي خريجات معاهد. فلشوا البيت من قبل سادة البطعمة وياهم سيد أحمد، ويا سيد أحمد ملكة مرة سيد محمود. فلشوا بيتي واخذوا جهال الدائس وباقوا اساسي، اساس البيت كله سرقوه. عندي ملفات بشرطه العباسيه، عندي ملفات بشرطه الداخليه. طيب. اخوي محمد ضربوه 4 طلقات بالقلب، اولاد سيد كاظم وياهم مفوض من شرطه الداخليه حاكم مرزوق. هذا الكلام، هذا الكلام من التسعينات. والجهال راحوا كلهم. أم محمد، أم محمد، هذا الكلام أم محمد، سيدة أم محمد، سيدة أم محمد، أنا ما حد قدر يستولي علي. طيب. أنا قانون طبقت القانون، أنا بالقوة الجوية زوجي ولو كان ماخذ نسوان، بس أخذت من عندي حرفة القوة الجوية طائرات 16 F-16. أم محمد بس يا أختي، يا أختي، يا سيدة أم محمد، يا سيدة أم محمد. طيب ماشي، بس اسمح. كله وانعزلت وخليت تسافر وتسير لحد الان. انا لسه اناكد سعد البزاز، اريد الي مكان اقعد. يا ام محمد، يا ام محمد، انا اشكرك، شكرا جزيلا يا ام محمد من كربلاء. سيدة ام محمد، اعطينا مجال نحكي ونسالك، وبعدين مناشدة هاي اكو قناة ثانية بامكانك انه تناشدين من خلالها اللي تفضلتي به. ويعني احنا نتمنى انه مشاكل العراقيين بشكل عام ان شاء الله يكون لها حلول، وطبعا ما يحتاج المفروض المواطن العراقي صاحب الحق في هذا البلد، المفروض ما يحتاج يقعد يناشد افراد في حين انه هناك دولة يجب ان تقوم على امنهم، على رعايتهم، على توفير ما يحتاجونه من مستلزمات الحياة بشكل عام. المفروض المواطن العراقي اللي يعيش في بلد غني مثل العراق انه يتوفر له سكن، كأبسط الامور سكن يأويه هو وعائلته ومستلزمات حياة وإن كانت بسيطة، لكن على الأقل يجب أن تكون موجودة. هذا دور حكومة، دور مؤسسات، دور دولة، وليس دور أفراد. طبعا المناشدات تأتي من هنا ومن هناك وإلى أشخاص ومؤسسات قد تكون خاصة أهلية محلية أو دولية، لكن ماذا عن دور هذه الحكومات التي جاءت إلى العراق منذ 2003 تعد العراقيين بحياة مزدهرة، بنظام آمن، بعدالة تسير الأمور في الحياة، حياة العراقيين اليومية؟ أين هذه المؤسسات وأين دور حكومات ما بعد الاحتلال
من النظر إلى قضية العراقيين ومعاناتهم ومشاكلهم الشخصية. عندنا اتصال. السيدة أبو فاطمة من بغداد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. محمد مولى عمر. محمد وياك، حياك الله. حياك يا أبو جاسم وحيا الله من باك. الله يسلم. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. يا أيها القناة البطلة اللي أنت روح العراقيين وشرياننا اللي في دماءنا من قلوبنا إلى كل أجسادنا. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. والله يا محمد إيش تحكي، يعني التعبير ماله يعني يعجز الوصف والتعبير عنه يا محمد. نعم. الله شاهد ما أقول. اليوم شنو يعني حال اليوم شنو حال العراق يا أبو فاطمة؟ اليوم إحنا، أنت مواطن عراقي بالداخل، شنو وضعكم؟ شنو الحياة اللي عايشيها؟ شنو هل أكو أصلا نظام عايشين به؟ دولة داخل مؤسسات موجودة؟ أبو جاسم عبارة عن مقبرة جماعية، عبارة عن مقبرة جماعية، ما تعرف القرونة، هاي القرونة ما تقرونة، ما نعرف. نعم. ما أدري تدري، الكهرباء مقطوعة، مي ماكو، أجلك الله النفايات، ثم الجاري، يعني حال يرسى لها. نعم. ولكن أنا عتبي كعراقي، كعراقي ومسلم، عتبي على حكام العرب، والله يا محمد. نعم. والله يا محمد عتبنا على حكام العرب، يقول له هلب هلب، يدمن الطلب، نحن صرنا فريسة يا حكام العرب. نعم. هلب هلب، كيف تفرجون علينا يا حكام العرب، يا حكام الخليج، يا الحكام اللي عندكم مروة وغيره. كافي محتلين الكويت بال91 انقلبت علينا الدنيا من بانو وبنين 33 دولة، لأن احتلينا الدولة العربية الكويتية العزيزة. لماذا لا أحد يقول العراقيين والعراقيين ولا جمجمة العرب هلب هلب يا عرب يا حكام تشوف العرب. تشوف اليوم العراق يرزح تحت احتلال يا أبو فاطمة؟ احتلالات مو احتلال أبو جاسم عمي. يا هاي الاحتلالات احكي لنا، قول لنا الاحتلالات، الايراني الاسرائيلي الامريكي التركي، كل الدول تعبنا عمي. اكو بعد شلون يطلع العامري يقول احنا اليابان تحسدنا على قدرتنا على طرد الاحتلال الامريكي، ونحن بقوه المقاومه استطعنا ان نطهر العراق؟ العراق اليوم محتل بنظرهم؟ على وقت تطلع المقاومه على كل محتل ونخرج المحتل من ارضنا وكل جسد مو وهذا الانسان العتل وعربي واصيل مثل الجسد، ما يقبل الشيء الغريب على جسده يا ابو جاسم. ليش ما يقولون، ليش ما يذكرون الاحتلال الايراني مثل ما انت تفضلت، انت مواطن عراقي. الايراني هو الدرجه الاولى. ليش ما يذكروه؟ ليش يهملوه؟ ليش ما يجيبون طاريه؟ مستفادين منه يا عمي، مستفادين منه ابو جاسم، مستفادين منه. نعم مستفادين منه ومدارينهم وناس مداري ناس. بس المسكين العراق اللي ما له لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم أبو فاطمة نشكرك من بغداد، شكرا جزيلا. سيد أبو فاطمة. عندنا السيد أبو حسن من بغداد، تفضل يا أبو حسن. السلام عليكم أخي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا هاي التجربة اللي يتكلم عليها هذا العامري يعني هم ذولا جرابيع الاحتلال من ضمن الاحتلال الامريكي البريطاني الايراني الاسرائيلي، هاي كلها هي خليط للعماله والدناء على الشعب والحقد. نعم طبعا لما نقول لك عن تجربه وتجربه نطلع اسرائيل الامريكان، ليش ما تكلم على ايران؟ هم اصلا السؤال قبل هذا السؤال، هم اصلا طلعوا الامريكان فعلا؟ لعد ذولا الموجودين اليوم يملؤون القواعد العسكرية اللي بالعراق والسفارة الأمريكية، ذولا منو؟ أخي مو بول بريمر هو نسبهم، هو جابهم، هم أمريكا مو جابهم وياهم، يعني على من يضحك هذا؟ هذولا جايين يا أخي، أتعجب على هيك شعب هو هذا كان يقاتل العراقيين بحرب إيران، هاي وحدة. نعم. يخلوه وزير نقل، يخلوه على الحشد، يخلوه على القتل والإرهاب، يعني حيرة. يعني هالشعب هذا مليح على نفسه، ما يستوعب يعني لا غذاء لا دواء لا زراعة لا صناعة، دمروا كل الشغلة. دمر محمد دراجي يقول إحنا إذا ردنا نهي الأمور مع العراق من الزراعة والصناعة ينعل نواد والدينا، يعني هذا الشعب مليح بالكلام هذا، دمروا البلد أخي، دمروا البلد.
الناس تتاكلهم مو اطفال ينمون بالطشت وبالمي في سبيل يعني ويرفون يعني اي انسان اي انسان حر شريف ما يتقبلها. ليش ما يذكر اليوم الاحتلال الايراني؟ اليوم احنا وصلنا مرحله اصبح وصف ما يحدث في العراق بانه احتلال ايراني للعراق هو امر لابد منه في نظر الكثيرين. ليش هؤلاء ما يذكرون الاحتلال الايراني للعراق المتحكم اليوم بالقرار السياسي، المتحكم اليوم بالقرار الاقتصادي، بالوضع الاقتصادي، بالقرار الامني؟ اليوم هؤلاء من العامري وغيره كلهم يدينون بالولاء المطلق لايران، ليش ما يذكرون انه العراقيين اليوم باعتبار انهم يطلعون بتظاهرات ويقولون في كل مكان كلا كلا لايران او ايران برا برا، ليش ما يقولون العراق اليوم ايضا تحت احتلال ايراني؟ ما يقول اخي هم تبعيتهم هذول، هم تبعيه ايران، خدم ايران، نساء ايران، اضحوكه ايران، لان هذول مو عراقيين اخي. العراقي يجي يحكم البلد غير لازم يبني يصنع يزرع يخلي العراق بنعيم، هذول دمروا كل شيء. يقول لك التجربه تجربتي طيب. هو خلي نوقف على نقطه انه هو رايح لليابان واليابان قايلي له انه شلون طلعتوا الامريكان، احنا صار لنا من 45 مدى نقدر نطلعهم. طيب اليابان خلينا نفترض انه بعدها تحت الاحتلال، هذه اليابان المحتله بين قوسين عندها صناعه، عندها تجاره، عندها انتاج، دوله متطوره ليست فقط ناميه او متطوره، دوله من كبار دول العالم في كل المجالات. اليوم العراق المتحرر خلينا نحطها هم بين قوسين، ايش انتج؟ ايش سوى؟ أنا أقول لك عد الخراب والطائفية والقتل وتشريد الناس وتدميرهم وجعلهم أضحوكة قدام العرب والعالم كله. هاي يعني هم لو هم يعني يقولون التطور تطور على الناس الخيم، الناس البيوت تهجمت بالموصل، نعم تخريب بالحويجة، الله أكبر الحويجة كل ما أشوفه تشتعل النار بقلبي. يعني معوق على كرسي متحرك يقتلوه، شنو التطور جابوا لنا إياه؟ نعم جابون القتل والطائفية والإرهاب. نعم. يعني ذول التبعية مالتهم تبعية العراق ما يحكي على إيران. إيران هم تبعية لهم خدم لهم. أبو حسن يعني من بغداد أنا أشكر حضرتك أكتفي وياك بهذا القدر، شكرا جزيلا. عندنا السيد أبو علي من المدائن، تفضل حياك الله. حياك الله ما عليك زود، السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حييك وحيي الإذاعة الكريمة. الله يسلمك. صوت الفقراء وصوت الشعب. واجبنا هذا. الله يسلمك الله يسلمك. تفضل يا ابو علي. نحكي على ايران. اي الله يخليك. ايران اليوم الخطر الاكبر بالعراق هي ايران. امريكا اسرائيل. نعم عمي ايران على السياسه بالعراق لان نعم. هي هم تابعين لايران. نعم زين ايران شدل لهم دمر بلدنا، دمر الاقتصاد، دمر الزراعه، دمر الصناعه. نعم قائد بها رجعونا 50 سنه لورا. نعم اتحدى واحد هسه من عندهم يجي طار ايران. ليش ما يقدرون؟ يا اخي لان هم عملاء ايران. يعني ايران اللي جابتهم وايران اللي خلصتهم. مو هم يقولون احنا مقاومه؟ وهم يقولون احنا مقاومه. طيب العراقيين اليوم ينظرون الى ايران بانها احتلال، وين فصائل المقاومه عن الدفاع عن العراقيين وطرد المحتل الايراني؟ خوش حكي ذهب. طيب لو يقولون مقاومه اسلاميه مقاومه عراقيه، نعم ما يطلعون ذول المنانة تركيا طبت على الشمال كله خدت مال مال الموصل وغير الموصل. من أنا الكويت اللي أخذت من أنا إيران. عمي يا مجاهد العراق الباع، العراق تمزق، دمرونا رجعونا إلى يوم يبعثون. نعم طيب أنا أشكرك يا أبو علي من المدائن، شكرا جزيلا لك للمشاركة. عندنا أبو ياسين من ديالة، تفضل يا أبو ياسين. يا خلق محمد وحالك شال المحترمين. الله يسلمك أهلا وسهلا. السيد أبو حسن الفارسي يقول طلعنا الاحتلال عندنا شعب عزيز وقوي. أي
بال82 يسمينا بالعدو الغاشم. من هاي الانقلابيه هذه الفارسي؟ وشلون تفتخر بيت الشعب؟ قال لكم كاس السم ولازم انتم الخبر الملعون. ومقتدى الصدر يقول انا عندي فريق كرة قدم وين المدرب مالنا؟ شنو هالمعزله هذه؟ شنو هالحين اقول الدمة؟ ايش هاي السياسيين؟ هم هذول السياسيين يا محمد مع الاسف نسميهم سياسيين. هسه انت ليش هسه العمليه مالتهم الفاشله؟ ليش قاعدين تدعمون ايران؟ ايران تدعمكم. ومن اللي جابكم غير الاحتلال؟ ومن اللي جاب الاحتلال غير انتم؟ اي مقاومه تتحدثون عنها تفتخرون وتتوازون اليابان. هاي عقولكم السايد الحمديه هذا العامل وامثاله والخزعلي ومقتدى والحكيم والمالكي. ما بس انا اشوف والله يا اخي محمد دائما اتحدث اقول بعد كم يوم راح نتحسر عن المالكي. ليش؟ انا اتمنى ولو هو اسد الفاسدين، ولكن يمكن اذا فاز المالكي يمكن يعلق مقتدى يقطع جزء قدام العالم. بس هذا الكلام ابو ياسين هذا الكلام باعتراف مقتدى الصدر انه كل الحكومات اللي تشكلت من الاحتلال الى يومنا هذا الى حكومه مصطفى الكاظمي كانت بموافقته، من ضمنها حكومات المالكي. والمقتدى الصدر كان من اقوى الحلفاء لنور المالكي، والرسائل والود المتبادل بيناتهم مؤخرا يثبت هذا الكلام. طيب وشلون يعني مو منطقي بصراحه انه تتمنى يستلم المالكي الحكم، يعني اللي هو عيش العراق أسوأ 8 سنوات في تاريخ الدولة العراقية الحديثة. أنا أجاوبك، هم أبيضهم نجس والله العظيم، قلت لك أنا أسوأ السيئين نور ماك. ولكن صار انقلاب في العمل يا محمد. المالكي يد الوزراء هو المقتدى هسه مهيمن على رئاسة الوزراء، فصار ثلاثة مشاورات تقاتلوا فيما بينهم هؤلاء الجراثيم دولة. فمن أنا أقول هذا الكلام، أتمنى المالكي مو حبه البيت أبغى يقطع عنا المقتدى الصدر، لأن ما دمر العراق وجاب لنا النشاط غير المقتدى الصدر. طيب. وأذكركم جيش المهدي، هذا جيش المهدي اللي دمرنا وهجرنا ميوتنا وقتل أبناء، وجد لكم الله كلاب شبعة بشلة أبناء خلف السدة مال الشعب. هذا إنسان مجرم وجاب هاي النفايات مالته الخزعلي وغير الخزعلي. فهو إنسان إذا صار لهم هذا الملعون المالكي، ولكن هسه قاتلونا أعطيك وعد واخاف لك واقول لك ابو جاسم اذكرك انت قاتلت فيهم هذول مول اهل العراق. طيب ولا سيد ابو ياسين انا اشكر حضرتك للمشاركه، هي تبقى وجهه نظر وتبقى يبقى راي منك تجاه الموضوع، لكن من غير المنطقي حقيقه، وان كانت هناك رغبات معينه، لكن ياتي الواحد يتمنى مواطن، يتمنى قائد شريف، يتمنى رئيس وزراء شريف وطني يحب العراق، ينظر إلى حال العراقيين ويطهر هذا البلد من هذه النماذج، مو يتمنى نور المالكي المتهم بقتل وسفك دماء العراقيين ونهب ثرواته أنه يجي يرجع في سبيل أنه هو يطير مقتدى الصدر اللي هم اثنيناتهم أعز أصدقاء داخل العملية السياسية بالنهاية. يعني نقطة أخرى بس نذكرها بخصوص أبو علي من المدائن، بالنسبة للتواجد التركي داخل العراق، وأكد تركيا أكثر من مرة أن هذا الموضوع كان بالتنسيق ولا يزال هناك تنسيق بين بغداد وأنقرة في سبيل ضرب العناصر الإرهابية لحزب العمال الكردستاني PKK. الموضوع يختلف تماما عن ما تفعله إيران داخل العراق أو الولايات المتحدة أو غيرها، يعني هذا الموضوع يختلف. عندنا أبو محمد من أربيل، تفضل. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي لك ولقناه الرافدين. حياك الله. استاذ محمد اكو مصر يقول ان لم تستحي افعل ما شئت. وعاهد العمري شنو؟ وعاهد العمري منين؟ هو رجل ايراني، مرته ايرانيه، زوجته ايرانيه. وهذا هذا العامري لما قال اذا قال السيد الحربيه الامام و8 سنوات حرب العراق الإيرانية هو قاتل العراقيين. نعم. بس أنا أعتبر على الشعب العراقي يثق بذول العزالات اللي جابته من إيران، جوش من إيران. وبعدين إيران دمرت العراق، إيران الثروة دمرتها، الزراعة دمرتها. ثاني مثال يطلع هسه على مدى الكهرباء خطوط خطوط الكهرباء هي طيب ابو محمد، احنا يعني متاكدين تماما انه ايران لها الدور الاكبر في الخراب الذي يحصل في العراق، لكن احنا نسال، نقول ذول اليوم اللي داخل العمليه السياسيه اللي يسمون نفسهم سياسيين وزعماء احزاب ومقاومين،
ذولا لما يتكلمون عن دول متقدمة متطورة ويجون يذكرون أن العراق تجربة يحتذى بها في نظر دول كثيرة، ويطلع واحد مثل همام حمودي نائب رئيس البرلمان السابق يقول لا دولة مثلكم. طيب ذولا لما يتكلمون بهذه الطريقة ما يخجلون من نفسهم أن هم دي يقارنون نفسهم بدول وصلت إلى القمر وإحنا بعدنا مي وكهرباء ما عدنا؟ أستاذ محمد، هي ترى قطرة، هي قطرة، الحياة قطرة، إذا وقعت القطرة بعد ما الرجل ذولا ما يستحون، ذولا هم الكذابين، ذولا التجالين، ذولا تعلموا من إيران التجل، كذابة ذولا ما يستحون على نفسهم، شوكت ما يكذبون ذولا يعني هم الصحيح، بس ذولا ما يستحون على نفسهم. عملاء إيران جابتهم ذولا. أشكرك يا أبو محمد من أربيل، شكرا جزيلا لك. طبعا الأمم المتحدة، مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق يؤكد أن أكثر من 80,000 طفل حرموا من التعليم بسبب افتقار عوائل نازحة لوثائق رسمية عن أطفال لهم ولدوا خلال ظروف المعارك ضد تنظيم داعش. أشار التقرير الأممي إلى أن النازحين العائدين إلى مناطقهم يعانون من مخاطر الألغام والعبوات الناسفة، مضيفا أن 40 شخص قتلوا بسبب المخلفات الحربية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021 في المحافظات المنكوبة. وأضاف التقرير الأممي كذلك أن هناك الكثير من المناطق الملوثة في المحافظات المدمرة تفتقر جهود إزالة الألغام للتمويل فضلا عن تردي الوضع الأمني. هذا جزء بسيط جدا من واقع مؤلم كبير يعيشه العراقيون. طبعا احنا نستمر لما يذكر أحد من هؤلاء ضمن العملية السياسية أي شيء يستفز العراقيين لابد أن نوضح أيضا لمن يصدق هذا الكلام أن الواقع هو شيء آخر. وسنذكر بعض الأرقام أيضا التي تخص العراق بعد قليل. أحمد بن الموصل تفضل، حياك الله. أحمد بن الموصل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أستاذ محمد؟ حياك الله، أهلا وسهلا أستاذ محمد. بالنسبة لذول اللي يحكون على مقتدى الصدر ويحكون على هذا العامري، أي هم من عجوا الشيشانين والإفقانيين من طبولنا يا أهل فزع للموصل. أي يا أهل فزع للموصل، غيرهم غير أبناء الشيعة الشرفاء. نعم. أي غسلوا عارنا من طبول للموصل هتوا نسواننا. طيب من اللي طببهم للموصل؟ من طببهم القادة مالتنا، القادة في السنة طببهم، سامي النجيفي طببهم، يا طببهم. طيب وانت عندك 3 أو 4 فرق عسكرية كانت موجودة تحت إدارة نور المالكي، ليش انسحبت هذه الفرق العسكرية؟ انا مالي شغل بالفرق العسكرية. ليش مالك شغل؟ لا لحظة، ليش مالك شغل؟ هاي مو قوات جيش، هذه مو قوات، اسمح لي هذه مو قوات جيش، المفروض هي تحمي الحدود وتأمن المحافظة وتأمن مدينة الموصل. وين القوات الحكومية اللي انصرفت عليها مليارات الدولارات اللي المفروض هي اللي تحمي العرض وتحمي الأرض، مو العامري والصدر ويسوون علينا من نية؟ ليش الحكومة وينها؟ وين الجيش؟ عراقيين ذولا مو مني. وين الجيش؟ وين القوات النظامية؟ قبل شوي يقول لك هذا العامري أمه إيرانية، هذا العامري نجفي معطل أصيل. يا أحمد هسه بعيد عن هذا الموضوع، أنت ذكرت نقطة، أنا أسألك، العراق مو بي جيش وبي شرطة وقوات تدخل سريع ومكافحة إرهاب وغيرها؟ هذه القوات مو هي المفروض اللي تأمن الحدود وتحمي الناس؟ ليش اليوم يجي العامري ويجي الصدر وغيرهم والمفروض انت عندك قوات، والمفروض عندك قوات هي اللي تحمي؟ حبيبي محمد هاي ما بيها شيء، هاي كر وفر ما بيها شيء. شنو كر وفر؟ لعد انت في زمن المالكي، اسمح لي، في زمن المالكي تنفق مليارات الدولارات على التسليح وعلى تجهيز الجيش وتجهيز القوات الأمنية وتدريب وغيره، هذا وين نتيجته؟ شلون 500-400 واحد يطبون المدينة ينسحبون أكثر من 60,000 عنصر من الجيش؟ هاي شنو المهزلة هاي؟ ليش ما تعلقون عليهم بالقناة؟ نكرون تستنكرون عمليات داعش هتكت عرابنا،
وفجعونا ذولا، ليش ما تحكون عليهم؟ طيب سيد احمد من الموصل، خليك بقناعاتك، انا اشكرك للمشاركه، شكرا جزيلا للمشاركه، خليك بقناعاتك اللي تعتقد بانه من قتل العراقيين طيله الثمانينيات اللي هو هادي العامري اللي كان يصف العراقيين الذين كانوا يدافعون عن ارضهم بالخونه وبالعدو، هذا الشخص الذي قتل العراقيين اليوم انت تريد تباوع له بانه هو وطني؟ طيب هادي العامري في زمنه وفي فترة حكمه من الاحتلال لغاية اليوم اللي استلم بها مناصب كثيرة، وهو من أبرز المتهمين بسفك دماء العراقيين، وميليشيا بدر تعيث في الأرض فسادا في محافظات كثيرة، في محافظات كثيرة، ومقتدى الصدر مثل ما تفضل أحد الإخوة هو يعتبر المؤسس لهذه الميليشيات التي نراها اليوم في العراق، وارتكب ضد العراقيين الكثير من الانتهاكات، وهم مصنفون حقيقة في قوائم إرهاب دولية، هادي العامري وغيره، وارتكبت هذه الميليشيات اللي تقول انت بانها حررت الارض والعرض، ارتكبت انتهاكات ترقى الى جرائم حرب، بل هي جرائم حرب، ووصفتها منظمه هيومن رايتس ووتش بانها ترقى الى جرائم داعش. ميليشيات الحشد التي دخلت المحافظات المنكوبه ارتكبت انتهاكات ترقى الى ما ارتكبه داعش بحديث الامم المتحده بتقاريرها، وبحديث منظمه هيومن رايتس ووتش، وبحديث منظمه العفو الدوليه، وغيرها كثير جدا من المنظمات الحقوقية الإنسانية التي وثقت انتهاكات ضد حقوق الإنسان، عمليات إعدام ميداني وتهجير وتدمير وقتل لحتى أطفال وتمثيل بالجثث، هذا كله ارتكب على يد هذه الميليشيات. عندنا محمد من الأنبار، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي محمد، هم يدعون المقاومة ضد الأمريكان، هم من جاهم غير الأمريكان وخلاهم يشوفون 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 حكم؟ نعم زين، هم من يدعون المقاومة من الأمريكان ضربهم الفلوجة، محرم دوليا، شو ما بيهم واحد يسكر هذا العمل؟ كانوا يصفون مدينة الفلوجة بالورم السرطاني. نعم هسه الفلوجه حاليا انا شكل من الانبار، انا عسكري بهالحكومه وبطلت، يعني مو بطلت كيف ضربوا الفلوج، بس انت ترجع كذب الواقع حال زين. هو هذا العامري مو كان يقاتل الجيش العراقي لمده 8 سنوات مع 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 الفرس؟ نعم. هسه يدعون المقاومه، اين المقاومه؟ مين اتتهم هاي المقاومه؟ نعم. فهم احنا نحكي على حكومه، الحكومه اجت على ظهر دبابه، الشعب شو تحرم من هاي الحكومه؟ هي حكومه، هاي حكومه احتلال. نعم. ويطلع لي قبل شوي احمد من الموصل، المحافظات مو حاجه الزلمه متقاتل مكان، لا الموصل صراحه دي الانبار فيها الزلمه تشق قاع، شقت اقوى دوله بالعالم وخلعتها في مدينه الانبار والفلوجه صلاح الدين. ليش دائما يذكرون هاي النغمه مال حمينا اعراضكم؟ وكانه فعلا هذه المحافظات تخلو من الرجال الذين وقفوا بوجه المحتل منذ 2003 إلى أن بدأت هذه الألاعيب بالصحوات وغيرها. ليش دائما يذكرون هاي الموضوع، الأعراض، وكأنه هذه المحافظات تنتظر من يأتي لتحريرها وللدفاع عنها؟ أخ محمد لا سمحت لي. نعم. احنا بالمحافظات كان يطلع الجيش ومداهمات، شكو بندقيه هي مخططه لهجم محافظه الانبار وصلاح الدين والموصل، هاي منتهي من عندها، مخطط ايراني صهيوني اسرائيلي نعرفه كل زين، هو تعاون خليج زين. احنا كنا عسكري بام عينا شفنا الامريكان يذبون مساعدات واسلحه زين، حزب الله من طلع من اتجاه العامري مال فلوجه، من حماهم قال حزب الله داعش طلعهم. طيب سيد محمد من الانبار انا اشكرك، اكتفي وياك. عندنا عبد الرزاق من بابل، تفضل يا عبد الرزاق. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام. استاذ محمد اخو مطر يحكي الثوار يقول ان الفاسدون لا يدمرون اوطانهم، يدمرون انفسهم ويدمرون اوطانهم. فانت لا تترجى من خائن وعنده ولاء الى دوله اخرى يكون ولاء للوطن، هذا الشيء معروف استاذ محمد. اما كلامك بانه دائما يرددون بانه احنا سمينا الاعراب، استاذ محمد بالنسبه لهذا الكلام، هذا يعني ما معناته مو العراق، هم مو العراقيين، لانه لو فعلا هم عراقيين كانوا استحوا، لانه العراقيين كلهم هم لحمه واحده،
نعم. فما بس هو يعرف نفسه هو عنده ولاء لدوله خارجيه ويقصد من يقول احنا حمينا اعراضكم ما معناته يقصد الى يشير الى الدوله الخارجيه اللي هي بانه صاحبه الفضل على العراقيين وانه ما يقصد بانه المناطق الغربيه او المناطق الجنوبيه لا بالعكس هو يقصد كل العراق زين احنا نسمع يعني فتره اخرى لو الحشيد احنا ما كنا بهذا المكان ولا كنا يا اخي حديث قاعد شنو العراق شنو خلنا نرجع هذا هو بمن رضعوا داعش زين زاد العراق يعني بس ما معناته هذه كلها يا استاذ محمد اشارات الى دوله خارجيه هي اللي تدعم الدوله وعلى بفضل رجال الدوله الخارجيه هم يعني هم اللي يعممون سيد عبد الرزاق. نعم أنا أشكر حضرتك أكتفي وياك شكرا جزيلا لك للمشاركة. خلونا نذكر بعض الأرقام اللي تخص الواقع العراقي اليوم. لما يتحدثون ويقولون بأنه دول كثيرة تحسدنا على ما نحن فيه والنظام الحاكم وديمقراطيتنا تنظر إليها كثير من الشعوب مثل ما قال المالكي سابقا تجربة ديمقراطية نصدرها للخارج وغيرها وغيرها من هذه التصريحات وآخرها طبعا تصريح العامري. بحسب مؤشر مقياس العدالة الدولي العراق خارج تصنيف مقياس أو مؤشر العدالة بالنسبة لمقياس العدالة الدولي في حين أنه اليابان هاي اللي يتكلمون عنها اللي هي ترزح تحت احتلال مثل ما يقولون 14 تصنيف الدولي بالعراق بحسب إحصائية البنك الدولي لعام 2020 متوسط دخل الفرد باليابان 4 دفاتر اللي هي 40,000 دولار سنويا في حين في العراق حذر البنك الدولي من اقتراب 5 ملايين عراقي جدد لمستوى خط الفقر ما يرفع النسبة الكلية لتتجاوز 50% من العراقيين تحت خط الفقر. طبعا السيارات اللي اسمها بالعراق محليا الجكسارة وغيرها اللي يركبها السياسيين وزعماء الميليشيات منهم العامري وغير العامري هي من شركة تويوتا لصناعة السيارات يابانية وطبعا هناك شركات كثيرة لصناعة السيارات والأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهربائية وغيرها يابانية ومشهود للصناعات اليابانية في حين رئيس اتحاد الصناعات العراقية عادل عقاب يؤكد أن هناك أكثر من 57,000 مصنع عراقي متوقف ممنوع في العراق أن يتم تصنيع ممنوع في العراق أن يتم إنتاج وإحنا نتكلم عن دولة محتلة مثل ما يقول عندها يعني طبعا الأسماء اللي إذا هسه نذكرها ما راح نخلص وحجم الإنتاج وغيره ونجي إلى نقطة مهمة جدا حقيقة ونقطة جوهرية في حديث زعيم الميليشيا هادي العامري. طوكيو عاصمة اليابان مصنفة رابع أفضل مدينة للعيش في العالم في حين بغداد أسوأ مدينة للعيش على مستوى العالم وأخطر مدينة بحسب مؤشر شركة ميرسر الدولية للإحصاء والاستشارات وطبعا هذا الموضوع يؤكد الفارق الكبير بين هاتين الدولتين الدولة الحرة اللي يصفها العامري العراق المتحرر من الاحتلال والتجربة الفريدة وبين دولة ترزح تحت احتلال وهي مصنفة واحدة من أفضل دول العالم إذا كان هذا هو التصنيف الموجود اليوم فانتوا شلون انتوا متحررين من الاحتلال وما تقدرون تبنون مدرسه واحنا عندنا الاف المدارس الطينيه. طيب احمد من الحله تفضل. اشكرك يا طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك استاذ محمد الغالي؟ حياك الله اهلا وسهلا. نص صوت التلفزيون يا احمد. نستطيع تامر استاذ. العفو ما يامر عليك يعني. تفضل استاذ محمد. نعم يقول احسن الكلام بما قل ودل. نعم مقتدى حرامي هذا العامري حرامي المالكي اكبر حرامه بالحرامي بدون تجاوزات يعني هم دول حكومة فاشلة أقوى عندنا يعرفهم خدمة كهرباء نعم
اي ناس حراميه يعني محترمات شخصيتك الطيبه الله يسلمك. دمروا يعني هذا البلد. يعني انت شوف طالع مظاهرات سلميه يحط بالمسدس يضربه بالاطلاق الناري يضربه ايش يلعب زين هذا العامر هذا العامري عصابة هذا بترتيب هذا اكبر عصابة شنو يقول لك احنا ناس قاومنا الاحتلال وطردنا الامريكان واحنا والله كلنا كذب. اقول لك استاذ محمد هم الامريكان طبوا منا وطلعوا منا هو وين كان مو كان قاتل بيران اي نعم الخزائن بكل بيران فلوس بكل بيران يعني مخلين العراق عباره عن سوق فرش. نعم سيد احمد انا اشكر حضرتك للمشاركه شكرا جزيلا. عندنا السيد ابو خالد ويانا. ابو خالد تفضل. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك استاذ؟ حياك الله اهلا وسهلا. استاذ محمد عندنا العرب يقول اي يقول قام يطعن بيها الكداش. احنا كل من قام يطلع برا يسوي من انا على احمد من الموصل اي والله احمد ما يعرج بالموصل اي وكل من قام وانه حامي عراضنا احنا ما عاد نعرف هاي هو اللي حامي العرض فعيب على العراقيين واحد يزود على اخر. نعم يا ما تعبنا بالعراق شقينا وجوزت المر الربع خلهم يوفروا لنا الكهرباء الساعه والمي اي ايش والحر تكفي الاشارة وممنون من عندكم. شكرا جزيلا سيد ابو خالد. اي تفضل تفضل. ما يزل اصوات ابو جاسم. شلون عفوا؟ شلون عفوا؟ اقول ما يزل اصوات بين اهل الموصل وبين اي يعني انا طبعا فهمت قصدك سيد ابو خالد انا اشكر حضرتك. أيه. بالنهايه اللي يتصل بالنهايه اللي يتصل يقول انا من الموصل ما اقدر اقول له انت كذاب او انت كذا لا يعني هو والله اتصل والله اتصل يا محمد. نعم اي قلت لك يقول قبل يقول قام يطعن بيها الكداش كل من يجي وانه قاعد نعم وصلت فكرتك سيد ابو خالد من الموصل اشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركه. محافظه النجف بحسب مصادر صحفية تؤكد أن المحافظة شهدت انقطاعا تاما للكهرباء بسبب انخفاض ضخ الغاز. تقارير دولية كثيرة تحدثت عن كمية هدر الغاز الذي يحرقه العراق سنويا تحديدا البنك الدولي وقال بأن هذه أرقام كبيرة جدا. كمية الغاز الذي يحرق في العراق بإمكانه أن يولد طاقة كهربائية تكفي لإنارة كل منزل في إحدى الدول الأوروبية. هناك إهدار كبير للمال العام، هناك سرقات بأحجام كبيرة جدا للمال العام، هناك فساد كبير، هناك فوضى في كافة المجالات. العراق بلد مهترئ على كافة الصعد، متذيل أغلب التصنيفات والترتيبات، خارج من بعض التصنيفات والترتيبات لعدم جدارته أن يدخل أصلا حتى التصنيف ليكون متذيلا على سبيل المثال. وهناك قضايا كثيرة تطرح أسئلة حقيقة، ما الذي حققته هذه الأحزاب لتتباهى اليوم بأنها قامت بطرد المحتل الأمريكي وهم نفسهم الذين وضعوا الزهور على قبور القتلى الأمريكان من الجنود الذين زاروا البيت الأبيض ومن ضمنهم هادي العامري طبعا في أكثر من مناسبة الذين قدموا السيف الرمزي للإمام علي لدونالد رامسفيلد هؤلاء الذين أكلوا الطعام والشراب مع الجنود الأمريكان باحتفالاتهم وعزوا عوائل الجنود الأمريكان الذين قتلتهم المقاومة العراقية الحقيقية ذهبوا لتعزيتهم وربما حتى دفعوا تعويضات على ذلك. ما نوع المقاومة الذين يقاومونها هؤلاء وهم يرون كل يوم الطائرات الأمريكية تجوب سماء العراق والقواعد الأمريكية ممتلئة بالجنود الأمريكيين. وصلت وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم أشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.